إلى كل رجال الأعمال، إلى كل المانجرز والناس اللي بتحب تكتب إيميلز بالإنجليش، النهاردة أنا هزبطك، جايب لك أشهر كلمات وأشهر جمل بنستخدمها عشان نكتب بيها بيزنس إيميلز، ولو استخدمتها هتبان أنك proficient أو محترف أكتر وانت بتكتب بيزنس إيميلز. Let's get started إيه؟ The business English بقى. Let's set off with today's meeting. يلا بينا. أول حاجة معانا وأول حاجة بتتعرض لها لما بتيجي تكتب إيميل هو الـ opening line، يعني إزاي تفتح إيميل، الفتحة أو الطلعة، هتقول إيه في أول الإيميل. أول حاجة بتقولها لما بتبقى باعت إيميل لحد بطريقة محترفة، في حاجات كتير جدا ممكن تقول I hope you are well. I hope you are well. أتمنى أنك كويس. ممكن تقول I hope all is well. I hope all is well. أتمنى أن كل حاجة تبقى كويسة. أو في طريقة تانية شايعة جدا وجميلة جدا اسمها I hope this email finds you well. ودي أحسن ثلاث جمل تفتح بيهم إيميل. اللي بعد كده، بعد كده بتكتب عن السبب بتاع الإيميل. The reason for the email. The reason for the email. ممكن تقول I'm writing to you about. I'm writing to you about. يعني أنا بكتب لك بخصوص. أو ممكن تقول I'm writing to you concerning. أو regarding. الاثنين معناهم فيما يتعلق بيه، كلمتين أقوية كده. اللي بيتفرج على الإيميل بتاعك هيحترمك. I'm writing to you concerning or I'm writing to you regarding. وتقول بعد كده بقى تلغي regarding إيه أو concerning. ممكن كمان تقول I'm writing to you to follow up on. أنا بكتب لك عشان أتابع على كذا، وتقول الحاجة اللي أنت بتتابع عنها. Follow up on دي معنى يتابع على، كلمة مهمة جدا في البيزنس إنجلش. I'm writing to you to follow up on كذا كذا كذا. تمام، عندنا تالت حاجة الجمل الخاصة بالريبلاينج أو الإجابة. خلينا نقول إن حد مثلا رد عليك بسرعة وإنت عاوز تقول له شكرا على الإجابة السريعة، هتقول له في الإيميل thanks for the quick reply. Thanks for the quick reply. طب لو حد بقى بعت لك إيميل وإنت عشان زحمة الشغل اتأخرت عليه في الرد، فهتقول له sorry for the late response. Sorry for the late response. آسف على الإجابة المتأخرة. طيب لو عاوز تقول لحد إن أنا استلمت طلبك مثلا، تمام، تبع replying برضه، هتقوله بالإنجليش I just got your request for. أنا استقبلت طلبك عشان كذا 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 كذا. I just got your request for blah 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 blah. عندنا كمان موقف بيحصل في الإيميلز وهو الـ requests and inquiries، يعني لما تحب تطلب طلب بطريقة محترفة جدا أو تتساءل سؤال. أول طريقة إنك ممكن تقول I'd really appreciate it if you could. أنا بقدر جدا وحقدر الموضوع جدا لو حضرتك تقدر، وتجيب بقى بعد could if you could send me the email, if you could approve blah 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 blah. ممكن برضو تقول I'd be very grateful. أنا ممكن أبقى ممتن جدا if you could وبعدين كذا 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 كذا. ممكن كمان تقول it would be very helpful. ممكن تبقى أنت ساعدتني جدا. It would be very helpful if you could كذا 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 كذا. عندنا كمان ال attachments وال information، يعني لما تبقى أرفقت أو تضمنت ملف معين في الإيميل وعاوز تقول ده بالإنجليش، في كذا طريقة. ممكن تقول I have اختصارها of attached the file أو of enclosed the file or of included the file. وممكن تقول please find the attached file, the included file, the enclosed file. فدي اكتر من طريقة. طبعا في مواقف تانية كتير زي لما تبقى مش فاهم حاجة وعاوز ت ask for clarification، لما بتبقى بتحاول انك ت get approval تحصل على موافقة، وغيرها من المواقف الكتير اللي بتحصل في الايميل. لو انت عاوز تعرف المواقف دي وعاوزني اعمل حلقة تانية عن البيزنس انجلش والانجليزي الخاص بالاعمال وبالذات كتابة الايميلات بطريقة محترفة، please share and like. ولو عاوز تتعمق اكتر اسألنا عن صفحتنا على الكورسات الخاصة بالبزنس انجلش. Thank you and wish you all the best.